طيب النهارده دي معانا حاله، ده حمله على جرح القيصريه، طبعا واحده من العمليات الصعبه، ده الرحم زي ما حضراتكم شايفين، ودي المثانه تحت خالص كده زي ما احنا سمكناها، وهنا ده اصعب حته اللي هي حته عنق الرحم، وهنا في حمله على جرح القيصريه السابق فاتق الحته دي. فطبعا دي حاجه لو كملت او الحمله ده لو كمل بيبي هنا ده توفى، لو كان كمل كان هيعمل مشكله وكان ممكن يخرج من الرحم يبقى لازق على المثانه زي ما حضراتكم شايفين هنا. سلفنا المنطقه دي، هنطلع البيبي ونوريكم ازاي بنعالج جرح القيصريه. شكرا.